كاينش خطا. كره في اتجاه احمد اجدو، احمد اجدو غادي مرار خطيره 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 خطيره، وهدف هدف ديال اللاعب النغمي بعد ما تمكن يونسر ميدي باش يقطع الكره، لكن كان هناك النغمي الذي يسجل الهدف اللي كانت ينتظروا انصار فريق الجيش الملكي. هدف اول غادي نشاهدوا من خلال العرض البطيء العمل اللي قام به احمد اجدو. احتل محيا الحاج وعزة المكلف بالامتحان ديال الشباكي، كان هناك ارتياح. لاحظوا التمريره قد سميتو الرميلي هذه الكره، لكن المتابعه كانت جيده ديال اللاعب النغمي المهدي النغمي يسجل الهدف، وهذا هو الهدف السادس ديال المهدي النغمي. سعيد زيدي عزيم، حكم يقول ضربة خطأ، حكم يقول ضربة خطأ لفائز فريق شباب الريف الحسيمي، وفي هذا المكان صعيب 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 جدا تكون آخر فرصة، آخر فرصة لفريق شباب الريف الحسيمي. عبد الصمد البركي هو اللي غينفذ الخطأ، الزملاء ديالو تيمشيو تيتحدوا معاه باش ينفذ بطريقة لأنه الأحسن في تنفيذ ضربات الأخطاء. خطيرة هذه المحاولة، آخر محاولة لفائز فريق شباب الريف الحسيمي. أنا زنيتي تطلب من الزملاء ديالو باش يديروا جدار بشكل جيد. الكل تعرف بأن عبد الصمد البركي تينفذ بالرجل اليمنى، واش غينفذ في اتجاه القائم الأول؟ غادي ننتظروا، ينتظروا هذه الكرة هذه. عبد الصمد المباركي غادي ينفذ. اوه هدف، هدف كما قلت، هدف التعادل في اخر دقيقة من المقابلة. طريقة باش نفذها جميلة جدا، هو اللي تلقى الحلول، هو اللي تلقى الحلول، بحيث أن الحكم غادي يعلن على نهاية اللقاء. جات ضربة خطأ تنفذها بطريقة جميلة جميلة جدا كما قلت. شاهدوا طريقة بالرجل اليمنى في اتجاه القائم الثاني، ما مشاش القائم الأول. لاحظوا بحيث نهزم الحارس أنس زنيتي. هدف التعادل، عرف من أين تؤكل الكتف عبد الصمد المباركي.